تابعت قناته صلاح الدين مراحل العمل في مجسر الدلة وسط تكريت والخطط التي يتم اعتمادها لتسهيل حركة وتنقل المواطنين مع غياب واضح لدور مديرية المرور في المحافظة رغم تعدد المناشدات. مشروع المجسر الدلة من المشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة في عام 2013 تمت المباشرة بيوم 16/1/2014 بعد دخول عصابات داعش في 10/6 توقف المشروع. طيلة هذه الفترة توقف في المشروع حدثت أضرار للمشروع سواء موضوع الخدمات، موضوع المواد اللي مطروحة بالموقع، كثير من المواد ضررت نتيجة هذا الموضوع. نتيجة محاولات كثيرة مع الوزارة لغرض المباشرة بالمشروع وتخصيص المالي للمشروع، تمت هذا العام الحمد لله تخصيص مبلغ 2 مليار لهذا المشروع وقابل للزيادة حسب نسبة تقدم العمل. تمت المباشرة بالمشروع يوم 24/8/2019 بعد أن أثيرت كثير من الكثير حول موضوع الغاء المجسر وما تبعه من مشاكل واشكالات سواء بين الوزاره وبين الجهه المنفذه كمقاول، مما اضطر الوزاره ان تنهي موضوع الغاء المجسر والمباشره بالمشروع. العمل ساري على قدم وساق وكل همنا اولا واخرا هو ان ينجز المشروع في اقصر مده ممكنه، وان شاء الله خلال الايام القادمه سيتم العمل ضمن وجبتين دوام صباحا ومساء لغرض الاسراع بوتيره العمل وانجاز المشروع ضمن الفتره المحدده. اجتماعنا هذا اليوم من أجل تسهيل حركة المواطنين ضمن مشروع مجسر الدلة، باعتبار هذا المجسر يقع في قلب مدينة تكريت وهو عقدة سير رئيسية داخل المدينة. لا يخفى على الجميع عرقلة السير التي حصلت منذ بداية المشروع. اليوم هذا المشروع استراتيجي، إن شاء الله خلال فترة زمنية المحددة سوف ينجز بالكامل، وإن شاء الله أقل من الفترة المقررة لأن العمل يسير بوتيرة جيدة وسريعة. اليوم وضعنا خطة طارئة من أجل تسريع حركة المواطنين. اليوم اتفقنا على إكساء الشوارع الخدمية على الجانبين من المشروع من أجل سهولة حركة المواطنين، وكذلك الاتفاق مع مديرية مرور صلاح الدين من أجل تثبيت دورية مستمرة خلال فترة التنفيذ وخاصة فترة الصباح. عندنا مشكلة بالشوارع الخدمية بها الكثير من الحفر والمطبات، وأيضا عندنا مشكلة عدم التزام المواطنين بخطوط السير. تشوف حضرتك دي يمشون رونج سايد هذا الاتجاه، هذا اللي يسبب لنا عرقلة بالسير. بوجود دورية للمرور خاصة هنا إن شاء الله راح نحل هالموضوع، كذلك الشوارع راح تكسى فراح تصير سهولة بالحركة بالدخول وبالخروج، وإن شاء الله نقضي على الاختناق بهاي المنطقة. أكيد إحنا متواجدين بقوة في هذا المكان وبصورة مستمرة إن شاء الله لحين انتهاء المشروع، وهو مشروع استراتيجي ويعتبر من الصروح المهمة داخل مدينة تكريت. مشروع المجسر استأنف العمل به، وفي كل مرحلة من المراحل تحتاج إجراءات جديدة. يعني العمل السابق كان مقتصر على الجزء من الشارع الرئيسي، اليوم يعني أغلب المناطق شملها العمل وبالتالي تحتاج إلى مسارات جديدة. اليوم مع البلدية ومع دائرة المهندس المقيم لمعالجة الحالات اللي تحصل بالمنطقة، هنالك إشكالية هي الدخول باتجاه المعاكس لبعض السواق يعني الوصول إلى المكان اللي يطلبه بأقرب طريق. فاليوم اتفقنا على تهيئة الطرق، إكساء بعض الطرق البديلة. هذا الطريق المحاذي للفضائية باتجاه جسر تكريت سيتم إكساءه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى مقتربات الطرق أيضا سيتم تعديلها أيضا وإكساءها حتى تكون حركة المواطنين بشكل أسهل.